عين. مجدي يلا ارمي. ها ارمي. شو حلوة. يلا جيب. تعال تعال بهنا. يلا ارمي. ارمي 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 والله ماني فاهم. لازم نجلس مع بعض. والله ماني فاهم صدق. لازم هذا شوف هذا تميم. انا شوف ذا الشيء لو غير مثلا ما ادري كيف. لا ما في تغيير. تغيير هذا تابعه. شوف هذا الاختبار بالضبط اذا ما كان في تعاون. طيب قولوا لا اله الا الله اليوم في المساء نقعد اليوم اتفقوا ضبطوا لا الله ما نقدر اخذ المسؤول جاهزين تجي فجاه كذا بس بيجيك الحماس فجاه. ايش البيانات بس انت ايش بتقول من البدايه للنهايه؟ انت انت الاداره عن الشركه صح؟ انت الإدارة قصدي وانا اصلا الموضوع لا شوف لا شوف اسمع 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 يا قول شكلك 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 هو حاجه. طيب اوكي عندي غرفه غيرت ثلاثه. لا انت قلت لي غيرت ثلاثه. غرفتنا كبيره. اقول لك شيء المحاور اللي بيننا على المطبخ محاور مش احنا فزنا على اربعه. بس انا اديتك كم؟ اليوم راح افوز عليه اربعه. والله انت الذكي يا شباب معك البلاي ستيشن. فرق على نفسك. فزت عليه. ايوه وش عملت؟ التلفزيون اضرب اضرب. ايوه بقوه بقوه. ما ترجعك ما ترجعك انت ترجعها. ايوه ما ترجعك. كسر لك ايدي. لا ما ترجعك. لا ما يصلح ما يصلح. قلت لك تجيك في وجهك. شوف انت اضرب اضرب اضرب. ما رجعت. اضرب ما رجعت. والله رجعت. والله ما رجعت. عين عين بيرجع ولا ما بيرجع؟ عين بيرجع ولا ما بيرجع؟ عين عين. شايف؟ والله ما برجع. هذا حق الصدمه ما رجعت. ايوه كده اثبت اثبت. ايوه اثبت اثبت اثبت. ولا تفلت تجي في وجهنا هذه. تمام يلا يا قديم. اشكرك دوما شكرا والله جزاك الله خير. اذا ما في احد بخليك تساعد. من سياره ما انت معك مين؟ ابراهيم كيف هذا؟ ابراهيم ابراهيم كيف هذا؟ النوم النوم ابراهيم. ايوه ايوه انا 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 عزروك 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 ابراهيم وضعك كيف؟ انا السلام بالله. كيف بالله عليك؟ بالله عليك ربنا. والله تمام ابراهيم قوي. كيف وضعك؟ والله والله خاف فجأة. كيف وضعك يا رجال؟ احنا اللي نخلي الاختبار يختبرنا. ايوه تمام زعيم. انا اختبار ايش حيسوي؟ لا احنا يد واحد بالاختبار. احنا اللي نخلي يعني احنا اللي نختبر الاختبار. ايوه ايوه احنا اللي خلينا في شيء اسمه احنا اللي نسوي تست على المايك يا كابتن. ايوه اربع راحت احنا والله فهد قوي. لا لا ايش اسمك؟ يلا يا شباب نجلس نعود الان نعود. تفضل يا عم فارس. تفضل يا ادم. تفضل فجر. شكرا ابراهيم. تفضل تفضل ابراهيم. تفضل استريحوا شباب. مقداد يلا يا قوت. باقي الشباب وين هم؟ مين؟ شباب النوم 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 يا مقد يا بن زاكور. شباب رحبوا معي بقناة المجد العامة. واجلسوا في أماكنكم الآن. نبغى فريقين بس تسمحوا لي. هل تريدون مقداد؟ هل تريدون نفس الفريقين اللي راحت اللي قبل أمس؟ نعم. يلا وين ربعك اللي جماعة تخلهم هنا؟ نفس الفريقين. والفريق اللي هنا هنا. يلا فريقين جدد فريقين جدد. ها فريقين جديدة جديد. لا 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 أربعة خمسة. أنا ما كنت في أصلا. روح آدم معهم. روح آدم مع العبيد هناك. خلاص آدم معكم. خمسة خمسة أنت هناك وجاء عبد الله فال. ما خمسة خمسة ما عايزينك. خمسة هناك
ما عايزينك قوة وعضلات وذكاء لا موجود عندنا واحد اثنين ثلاثة قوية ما عايزين شباب حياكم الله يا اهلا وسهلا فيكم يا لحظة شيخ خلاص السلام عليكم السلام مساك الله بالخير من الاخ انت من الحارة اللي بجنبنا من هذه الحارة من نفس الحارة ذي ما قد شفتك في المسجد لانه نقلنا من هنا لهنا ما شاء الله نقلته من هنا هنا اجل راح لهنا طيب شباب مهرجان التحدي مرة أخرى يعود إليكم بألعاب خفيفة الظل إن شاء الله تعالى. تحدي اليوم غير شكل، ألعاب مختلفة كلها جديدة لم نفعلها قبل إن شاء الله تعالى. الجديد في هذا اليوم كالعادة سنبدأ بالتحدي المثير بين الفريقين. المطلوب الآن تحديد قائد، مهم جدا الخطوة هذه عشان اختيار اللاعب المناسب واختيار الفقرة المناسبة. بعد تحديد بعد تحديد القائد يشترط على كل فريق أن يكون له صيحة مستمرة في كل فوز، في كل فوز من كل جولة يعطونا الصيحة. الآن عددكم كم؟ أربعة ستة صح؟ سبعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. حلو حلو كذا. جائزة الفريق الفائز يا شباب اليوم جايبها معي أنا. تسمعون ولا ما تسمعون؟ جائزة الفريق الفائز. هذه الجائزة للفريق الفائز. قهوة مع حلا. زين. سيحصل على طبق إن شاء الله يعجبكم. وأنت جالس، وأنت جالس مكان. طبعا هنا زي المبخرة إن وإنها يعني تمر عليك كذا بس للشوف للمشاهدة. طبق فاخر. قلم كبير. هذه جائزة اللي بيفوز الآن الفريق. زين. جائزة من سيفوز معنا في هذه أو هذا التحدي. من يا ترى نفس الحالة جاي ضايع من الصبح أنت. اللي بيفوز معنا الآن حياكم الله. خلاص حبيب قلبي. طبق فاخر منوع مع قهوة. طيب نرجع للموضوع. حددت قائد هنا شباب. القائد هنا مين؟ تميم. إبراهيم ياقوت. طيب لا إبراهيم ياقوت ما يخالف. طيب الآن نريد تحديد القائد هنا. زاكور. زاكور بن زاكور. حلو. صيحتكم يا ياقوت. يا ياقوت يا ياقوت يا ياقوت يا ياقوت. فكروا بالصيحة يلا. طيب شباب شكرا. ناكل زي البسكوت والريحه حيموت. ناكل زي البسكوت يا قوت يا قوت. طيب شكرا شكرا لكم. شكرا شكرا لكم مع تحفظي على الصيحه. يعني افضل تغيرونها لان هذه الصيحه تخص قائد الفريق وليس الفريق. نحن هو معليش اسمحوا لي انا اقول التحفظ بس كملوا. لكن رايي ان هذه الصيحه خاصه لقائد الفريق وليست للفريق. عموما اذا في لان كذا كل ما تفوز بلعبه بتقول يا قوت وانت ايش دورك؟ لابد الفريق كله وعداكم العيب. يا قوت لا تزعل مني معليش. نفس الحاره اللي قبل شوي. مالش بيه على خاطر مش قايد فريق. غششت سموا فريق الحوت. كل حوت بسكوت تمشي يعني يا قوت. يلا فريق القوة كلنا سوا. 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 طيب حلوين شباب.
طبعا هذه الصيحه جميله جدا بس ريحتها بيض من حق امس صح؟ حق نفس الصيحه اللي كانوا يبيعون بيض امس. عموما جميله يعطيكم العافيه. مع تحفظي مع تحفظي على طريقه الوقفه اللي تو لازم نحترم الخصم او المنافس. طيب هناك شباب فريق الحوت حلو حوت يلا هذا فريق الحوت هذا فريق الحوت واللي تحدى حيموت واللي تحدى حيموت ناكلوا زي البسكوت ناكلوا زي البسكوت هذا فريق الحوت هذا فريق الحوت واللي تحدى حيموت واللي تحدى حيموت ناكلوا مثل البسكوت ناكلوا مثل البسكوت هذا هو يقول هذا هو يقول هذا هو يقول احنا فريق الحوت واللي تحدى حيموت شكرا لكم ناكلوا مثل شكرا لكم شكرا لكم شباب هذا فريق الحوت هذا فريق الحوت هذا فريق الحوت شكرا يعطيكم العافيه بدايه طيبه ان شاء الله تعالى وحماسيه اللعبه الاولى على بركه الله نبدا اللعبه الاولى نحتاج واحد بس يركز من كل فريق رشح لي واحد يشارك في هذه اللعبه لعبه رمي كرات التنس الى طبق البيض عندي طبق بيض هنا واضح جدا فريق فريق بلون وفريق بلون اكثر واحد بيرمي في الطبق اللون هو اللي بيكون فايز فيها زياد وادم توقفون خلف الطاوله اللي هنا خلف الطاوله في لون برتقالي ولون ابيض طبعا الرمي حيكون ولكن ثقتي فيك قويه زياد الرمي حيكون حبه حبه زين حبه وحبه زين بدون اي مفاوضات اي طريقه في الرمي اي طريقه عندك بس المسافه ما تتعداها اهم شيء انت خلف الطاوله خلف الطاوله هذا مره نشوف من اللي بيبدا منكم جرب يلا زياد يلا زياد روح بسم الله تشجيع حماس زياد يلا بعده زياد بعد يلا ايوه يا زياد ايوه يا زياد ايوه يا زياد ايوه يا زياد ركز يا زياد ارحم والديك يا زياد كفى يا زياد ايوه يا زياد ايوه اضربه في الترابيزه بالراحه تنط تقعد يلا شباب يلا اضرب الترابيزه يلا من انا يلا ندور عندك يلا يا ادم انا ايوه ايوه طيب. ليش خايفين يلا معك 60 كوره يلا روح حلو بعده بعده حلو 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 بعده قرب قرب يا سلام حلو روح روح قرب قرب يا حلو 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 روح جلس السلام عليك بطل ادم حلو يلا زياد بسم الله يلا 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 اوزن الله عليك زياد قريب جدا ممكن تفوز بكره جوا الطبق ممكن الله حلو حلو يلا ادم يلا اهدى من كذا شويش بشويش يا ادم زياد اهدى من كذا يلا يلا خرب ادم شوي شوي زياد يقرب كثير اي حلو حلو يلا زياد الى الان محاولات لا يا سلام عليك يلا زياد يلا زياد يلا زياد تركيز يا زياد حلو 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 ما شاء الله جابه سلام عليك ادم ادم خلاص يا زياد هذه حقك ان شاء الله ممتاز يا زياد ممتاز ممتاز يا زياد يلا ايوه ايوه الله عليك الله عليك حلو حلو
حلو. حلو حلو حلو. يلا يا برتقالي. حلو برتقالي جميل أبيض. حلو حلو حلو. الله عليك ممتاز. يلا 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 يلا. يا سلام عليك. كرتين بيضاء البرتقالي بالانتظار. يلا يلا يلا. ما شاء الله. يلا زياد قرب لكم هذه عشان سلام عليك. قرب لكم هذه كلكم. ايوه وبقرب لكم هذه شوي. قرب قرب شوي. قدم شوي بس تسهيلات تخفيضات بمناسبة موسم الصيف. يلا يلا. حلو حلو برتقالي. حلو ابيض. لا 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 حتى ينتهي الكور. ثلاثة ابيض ثلاثة ابيض. برتقالي برتقالي ابيض. يلا يا ادم ادم. الله عليك. اربع ابيض. برتقالي ابيض. جميل جميل. ابيض 4-0 حتى الان. سلام عليك. برتقالي واحد. يلا 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 ادم. سلام عليك. برتقالي ابيض ما زال 4-1 النتيجه. 5-1 5-1 5-2 يلا يا حط حط حط. تحيه. 6-2 6-2 6-2 ادم بشي تميم خله عشان ما تدخل جوا. يلا يا ادم يا لعيب. سلام. اوف قريبة قريبة جدا يا زياد. كرات 6-2 حتى الان. 7-2 7-2 ادم. اوف والله ادم. عيني يا عيني عيني يا ادم. سلام عليك. نجم البيض ما شاء الله. حلو حلو حلو. ثمانية اثنين. ثمانية اثنين. ثمانية اثنين حتى الآن النتيجة. يا آدم. تسعة اثنين. عشرة وفزنا يا آدم. عشرة اثنين. استنى استنى لسه لسه ليش؟ لسه. ما قلت 10 انا. ارجع ارجع لا لا ارجع ارجع كمل. عود مكانك يا مقدر. عود مكانك يا مقدر. نعد لين 10 ونختم اللعبه. 1 يا مقدر. 10 3 ترى في النهايه. 10 3 في النهايه. 10 3 ما ادري ما ادري. 10 4 10 4 10 4 عشرة أربعة. عشرة أربعة. عشرة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. يفوز الفريق اللي هنا. شكرا. هذا جزء اللي ما يستاهل. جمع الكور جمع الكور شباب سريع. شوف شو اللي يسوي لكم زياره. يلا فداك يا رجال فداك يا رجال. احنا فريقكم. يلا لموا بيضكم. يلا احنا فريقكم. يلا يلا جمعوا الكور جمعوا شباب. مثل التوت. لا لا هنا اللعبه الثانيه. كليناه. اي والله ما كليتونا. اي والله كليتونا. طبعا نسينا نسجل درجه. فريق التوت او الحوت فريق القوة. بسم الله. الحوت يعني والقوة. عساكم على القوة. الله يقويك. والقوة الآن 10. اللعبة الثانية. يلا اللعبة الثانية شباب. بيجي ما في لموزين.
طيب اللعبة الثانية حلو يلا يا شباب يلا مستعدين إن شاء الله مستعدون 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 يا سلام والله اللعبة الثانية نحتاج فيها إلى 2 من كل فريق لعبة سهلة جدا المطلوب فقط وقت سريع يكون عند كل فريق هذه إذا هي سوا حلو عند كل فريق 2 من هذه أيوة زين وحياخذوا 2 لفة شطرطون لاصق هذا وأسرع فريق يلفها على الأعمدة على الأعمدة هذه أسرع فريق يلفها بس يا شيخ وين نروح انا بجمايلك يا اللي ودي وجهي هنا هذه معاك الان هنا الفريق اللي هنا حياخذ شطرطون تيبل احمر ما ابغى اشوف شيء ابيض او اسود يلف بسرعه عليه زين الفريق اللي هنا الاصفر ما ابغى اشوف ايضا اسود او ابيض ابغى اشوف في نهايه المسابقه نهايه المسابقه ابغى اشوف هنا اللون اصفر فقط ولا يظهر اي شيء يعني لابد يكون لصق عليه باستمرار كذا زين نبغى 2 اصفر و2 احمر ونشوف عبد الله فجر الله بس ما اقدر ما اقدر اشرب الله يحفظك الله يحفظك بما اني اخترت الاثنين هذول لا 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 كل واحد لوحده كل واحد يشتردون عندنا فجر انت لوحده والله قايد كل واحد لوحده بس هم فريق واحد قصدي يعني ضربوا 2 هنا 2 هنا كل واحد ياخذ عمود لوحده كل واحد ياخذ انبوب لحاله كل واحد ياخذ ولاصق لوحده زين جزاك الله خير انا قال لي نقطه في بحري ما ادري ايش شباب شباب نعم الوقت مهم جدا طبعا وايضا اهم من الوقت الدقه ما لو في فراغ مخصوم عليك لازم تثبتها بشكل صحيح ما اشوف ولا شيء من العمود الانبوب هذا ما ابغى اشوف منه ولا شيء عزروق فجر ما ابغى اشوف الا لون اصفر لحظه لحظه لا تفه حتى اعطيك اشاره حتى اعطيك اشاره حتى اعطيك اشاره حتى اعطيك اشاره زين انتم اللون الاحمر صح فارس خلك كذا هنا جنب مقداد ايوه جنب مقداد هلا كل واحد لحاله كل واحد لحاله انا بما اني راح قائد خلاص طلعت اللاصق طلعت اللاصق بس خله بيدك مو مشكله كم عندكم ثلاثه لاصق اصفر طلعت اللاصق خلاص تمام خله 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 حبيبي خله اجلس انت اللعبه اللي بعدي يا ابوي اجلس حبيبي اجلس يلا الان نعد لين 3 شباب وين صيحاتكم وين حماسكم؟ وين حماس؟ ولا دو 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 تحية لهذا الحوت دو 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 تحية للحوت طيب دو 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 تحية للحوت دو 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 تحية للحوت نسمع العدد لين 3 كلنا يلا 1 2 3 يلا أسرع فريق يحول الأنبوب الأسود إلى اللون اللي معاه اللون اللاصق اللي معاه يلا سريع بسرعة بسرعة بدون أي مسامات بدون أي فراغات شوف القلم هنا سوي زي فجر شوف فجر لا يوضح الأنبوب الأسود انتبه أبدا عزروق ايش بك عزروق أهم شيء التركيز وليس السرعة لا 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 يكون في فراغ لا يكون في فراغ باللاصق أو في الأنبوب والله يا فجر خطير أيوة يا الحوت قم شد حيلك أيوة أيوة يا الحوت قم شد حيلك أيوة يا فريق يا عزروق سوى زي فجر عزروق أنا أشوف لك خلوني أركز يا شعب حلوين شباب هذه حصلتها في المسجد حاول تكون ثابت في مكانك فجر وعزر ما شاء الله عباس حصل نقطتين أسرع فريق في طريقة يا شباب للسرعة في طريقة للسرعة في طريقة للسرعة حلوين حلوين سامي لازم الاثنين إيه لازم العصاين نعم الوكيل حصري ها الله يبيض وجهك يا أبو ياسر يلا شباب عباس شو معي هذا رجع أبشر أبو ياسر شوي 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 لحظة لحظة جيب كاسك بس هذا الاسلوب صحيح صحيح لا شخص نفسه يلا شباب اطفال صغار سلام حسن بتسلم عليك
لا 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 تفضل لا 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 شد حالك عزروق يلا شباب حلوين 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 اسرع 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 الى الان متقدم مين متقدم ما شاء الله تقريبا قريبين لبعض قريبين لبعض يحتاج تركيز عشان تعرفون كيف الكهربائي يتعب يا دوب انت جيت في زيت اهم شيء غطي اندومون اندومون حلو 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 سلام عليك سلام عليك حلو فجر حلو فجر حلو فجر شوقها يا يلا يلا يا شباب يلا شباب قربنا والله اكثر منهم احنا اكثر منهم يلا بسرعه قربنا يلا شباب يلا شباب حنا ناكل لك ويا ما شاء الله تبارك الله فريق حوت وفريق يا فجر يلا فريق القوة الاقوياء سلام يا عزروق يا سلام يا فجر ماشيين 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 حلو سلام يا مقداد يا سلام يا فارس يا فرنتي فرنتي الله يهديك شوف اثناء العمل اثناء العمل مشكله احد يشرب زي الحليب كبوا الحليب نفس منك 200 درجه سخرت بها النادي شاعر والله شعرك والله اذا تحدي زياد بالشعر انا اطرب استريحوا شباب شباب الفرق استريحوا 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 وشوف الاسرع الان عشان ارفع ارفع ذا بس كذا يلا شباب لو سمح معك شيء سرعه لا 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 محمد عباس لا 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 ماسك عشان الحليب بس قال لي ارفع انا مالي صح عشان بعدين اقول لي كذا ولا كذا يلا شباب احنا قربنا في حاكم هنا يلا دنب يلا عزروق فجر عزروق 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 طول العمود الابيض فجر فجر يلا خلصنا يا شباب اضغطوهم اضغطوهم تصريف عمر واضح ما شاء الله ما شاء الله الان على وشك الشباب على وشك الشباب على وشك فجر استريحوا فجر ينهي الاول الانبوب الاول انبوب الاول لا يوضح الاسود استريحوا معاذ استريحوا 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 يا شباب اجلسوا يا شباب فريق الحوت استريحوا لو سمحتوا يلا يا حبيبي فجر في مسامته في الشارع علمنا ايش خلينا نتكلم وش الموضوع لا 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 اخضر بس اخضر اصفر بس اصفر خذ من عزروق والان يا شباب ويقترب عزروق لخط النهايه يا رب يا فارس مقدار مقدار هذه ايضا عزروق يقترب لخط النهايه خلصنا عزروق فجر فجر عزروق يا الله يا سلام عليكم يا سلام الآن الأنبوبين واضحة الألوان تغير الأسود والأبيض إلى أصفرين وأحمرين إلا شوي أمورك طيبة يا فجر خلص اللي عندك يا فارس أمورك طيبة يا فجر أمورك طيبة هذا دليل إسراف عندك دليل إسراف بسرعة عزروق الله عليك بس يا عزروق بس 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 هنا يا عزروق هنا وهنا يا عزروق هنا 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 حوت 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 ولي يتحدى حيموت حوت 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 ما شاء الله ما شاء الله استريحوا يا حوت استريحوا 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 يا فال تكفى تميم شيل المنديل على المحيط على المحيط على المحيط يلا بارك الله فيك على البحر على المحيط يلا فاشل فاشل الان انت الفريق الاصفر الفريق الاصفر قال هذا القوه ايوه يغرق في
يا قوت شكرا لكم. يا عباس نبغى الطاولة دي نرجعها شويتك. اللعبة اللي بعدها يا شباب. شكرا لكم حتى الآن متعادلين. شباب اللعبة اللي بعدها. كده كويس ابو عمر اي نعم ستة الله فيك جزاك شباب واحد اللي راعين الحليب خلوكم معنا شباب واحد من كل فريق المسابقة اللي قبل شوي ما يفوزون فيها الا سباكين تميز نعم اللعبة سهلة جدا عندك في البراميل اللي وراء ثلاث وثلاث مقاسات والاول والثاني والثالث دحرجت الكرة إلى العمود هذا بحيث تسقط الكرة في السطل زين الحين بنجرب يلا هذه تجربة شباب كل فريق بيكون معاه كم 12 كرة زي هذه معاي شباب معاي شباب كل فريق فرنتي خلوكم معنا شباب كل فريق عنده 12 كرة زي هذه دحرجة على الأرض تضرب العمود وحسب انت دفعك لها نبغاك تطيح يا في واحد يا في اثنين يا في ثلاثة طبعا واحد زين درجتين اثنين خمس درجات ثلاثة عشر لا 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 كيف اضربها يعني الحين اوريك شوف الكرة لا مستحيل تدخل يا ابو شفت كيف ما شاء الله عرفت كيف حلو والله عرفت كيف اوزن نفسك كيف انا ما فزتك علشان مش لازم تدخل ايوه اكيد ما شاء الله الله يبارك فيكم ما شاء الله شباب النساء مع الباب الثاني سهاني حسيتنا عزيمه ذي ولا عرس هي القاعه هذه حق العرس موسى بن عيسى رياجيل بس مهدي ومهدي مهدي ومهدي شباب شباب كل فريق منه واحد بس يلا عبد الله واحد فقط من كل فريق احلى فال في العالم يبدو ان هنا افضل هنا شباب نخلي يا ابو احمد افضل نخلي هنا البراميل دي مدري اسطول افضل ساعد بدون ما انا تعال تعال بس خليها ولقد عقدت محبتكم فؤادي خليها 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 يا شيخ احسنت ابشر عرفنا هذه شباب نقطتين وهذه خمسة وهذه عشرة كل فريق بيرمي مرتين بيرمي يعني 24 كرة بس بيرميها مرتين زين طبعا يدحرج خلي معاذ هنا عشان الان دور مين عندكم فال هلا يلا جرب ان شاء الله جرب واحده جرب واحده بدك نجيبهم حلو اللي بعده يلا اللي بعده تجربه على الارض كل ما كنت على الارض افضل على الارض على الارض على الارض شباب يلا ما لازم نبين لهم على الارض ايوه بس نجرب ثانيه ثاني معلش يا معاذ لحظه على الارض والعب على نقطتين مهمه القوه والتركيز قوه الدفع والتركيز في القياس يلا عليك ابو عمر يا استاذ يلا تنميه بشريه ملك معاذ ممتاز بعده بسرعه فات تجربة ايضا تجربة حلو اقوى كل ما قويت كل ما وصلت اقوى يلا ملك حلو معاك يلا جرب ادم جرب ما مشكلة يلا جرب بعده جرب كمين سلام عليك احلى طيب يلا خلاص تبدا المسابقة الان والنتيجة زين
2 او 1-1 خلاص تميم خلاص شكرا. الان فال وبنزا كور، كل واحد يرمي كره، كل واحد يرمي كره زين. يلا شباب ايها الظالم والمستبد سخرت بانات شعب فسيجلفك السيل سيل الدماء. يلا ابدا 1 2 3 2 5 10 كل ما رميت باللي هنا جبت 10 نقاط. لازم تكون العصا البيضاء بعيده شوي. لا هي ما تفرق ترى. سامحني سامحني كيفك تبغانا اخليها كذا؟ انا ما عندي مبسوطه مع بنزكور صح؟ لا عشان الواحد عمره ما تدخل قصدي بعد حدث البارحه. عادي عادي هي ما تفرق، هي الوزن او المسافات تقريبا. يلا الان اللي يبدا كره. يلا قوه بنزاكور قوه. نزل على الارض خليك على الارض يا بنزاكور. ايوه روح بنزاكور. حلو حلو حلو. اللي بعده فال فارس معنا فارس ادم. يلا لو جلست في الارض يكون احسن يا بنزاكور. السلام عليك. بعده بعده اقوى يا معاذ اقوى. انت معانا ادم خلوكم. يلا اقوى يا عبد الله فال. حلو بعده يلا واقف واقف في جد. يا سلام عليك. بعده النوم النوم. حلو حلو حلو. هذه في الظهر مباشرة. حتى الآن ولا كرة، حتى الآن ولا كرة، حتى الآن ولا كرة، حتى الآن ولا كرة. شباب السلام عليك. هذه يمكنها قريبة شوي ها؟ قريبة كثير. يلا 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 شباب سريع سريع. السلام عليك. بعده اقوى 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 من صح زي انا في سامي شكلها. حلو 5 نقاط فريق مين مشكلة مين مشكلة. 5 نقاط. يلا عبد الله فال. طيب عبد الله فال. بن زكور. طيب عبد الله. راح احطها بالعلبة. عندي سؤال. نعم. لو جبت هذه الكرة الكبيرة مثلا ما تدخل. حلو بن زكور. حلو. حلوة معاذ. صح عليك بس. يلا عبد الله فال. حلوة شباب. عبد الله. عبد الله عليك. افضل محاوله لفالي الى الان. الجوله الثانيه الان نفسها. الجوله الثانيه الان هي نفس الكور نفسها. رجعوا ثاني مره. تبغى تغير عبد الله اللي تبغاه غير ولا نفسه؟ اهم شيء الفريق. كل واحد يمسك الكور. ما عليه تمين تمين بعد خلاص. الحين عاد عيد تغيير عادي عادي عادي. اهم شيء الفريق نفسه. يلا خلي الشباب الان هذه الجوله الاخيره في هذه اللعبه. حتى الان فريق القوه فريق القوة حتى الآن مجدي تعال له كرة مجدي في الخامسة. أنا تعودت تعودت على تعودت على الدبيب. شوف إذا أحسنت هذا. يلا مين معاذ ومين؟ خلي الضربة أبو عمر. مجدي أبو عمر ممكن تجيك ضربة من مجدي. يا لا خلاص سامحنا أبو عمر مسبقا. مجدي ممكن يعطيك واحدة ممكن ايش؟ يلا ابدأ. يلا يا معاذ واحدة برا. يلا يلا ركز وخلك على استقامة واضحة. لا مجدي 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 واحدة برا. شباب حلو 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 شباب. في مثل اسمع مجدي، في مثل في العامة مهم جدا يقول العود على أول ركزة. يعني أول رمية للكرة لو رميتها غلط بتوصل غلط. البداية لازم كذا كذا مرة مستقيمة مثلا عشان تجي صح معك. ما أبغى أشرح لكم. يلا أنتم عاد روح مجدي. سلام عليك. ركز الآن. حلو حلو في تنافس مثير. أقوى 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 معاذ. يا شباب الزجاجة اللي عندكم هي اللي واقفة صح على اتجاه السطول. ترى أنتم واقفين جنبه. أنتم واقفين جنبه. أيوة واخذ لحظة راحة معاك. هذا مجدي. يلا 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 الله عليك. هلا يا مجدي شد حيلك. باقي كم كرة؟ يلا باقي 3. يلا نوم تعال بعد باقي شيء. كرة أخيرة. يلا يلا قد تحرز بعيدة. اللي بعده مجدي. حلوة يعطيكم العافية. شكرا فريق القوة هو الفائز في هذه اللعبة. سويت ما سويت احنا الأول. ايوه سويت ما سويت احنا الأول. سويت
عباس سجل النتيجة. عباس ابشر يا شيخ. اللعبة ايش؟ الرمي الكرة حطها. رايم وينه؟ نفقع عيونه. بريك. طيب اللعبة الآن. الآن نحتاج واحد أيضا، واحد يرمي بكرة تنس. لعبة سهلة إن شاء الله. المطلوب كالتالي. تميم خليك هناك أبوي معنا فريق. هنا. وهنا. زين. وعندنا الكور هذه. تميم تميم حق اليوم. تميم. زين. اليوم بهدلناك وحللنا أبوها كورة تنس. الحوت. شباب المطلوب فقط عندك إيش؟ خمسة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة. زين. اللي بيلعب بيكون مثل الجهة هذه، بيقف هنا وراء هذه. زين. وهناك عشرة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. مطلوب باختصار شديد، أنت واقف هنا أو جالس خلف هذه، طلع الكور اللي هنا بالكور هذه، حاول تضربها برا، طلعها برا. زين. حلو. حاول طلعها. واضح؟ جميل. حلو أبو عمر. إذا طلعت أيضاً اللي ضربت فيها بنطلعها معها، بس كل واحد يلعب لعبة والثاني حلو لعبة. أبو عمر فرح دايم إن شاء الله. يا مرحب. يلا من اخترت فرنتي؟ كرة في الداخل. في الداخل عشرة. أبو عمر. آدم. عشرة خلاص هنا. لا تقرب أنت. آدم طلع. هل الكرات اللي ثاني فيها اللي هو مختلف عشان تبين؟ ممكن لحظة شو خلينا نقترح وزير. عطنا عطنا الأبيض. عشان أنت تضرب البرتقالي. زين. حلو. شكرا يا معاذ. حلوة الملاحظة معاذ. طيب خلف الخط هذا. شباب أنا يهمني. فرنتي 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 فرنتي. شيل الشال يا فرنتي. ها؟ فرنتي فرنتي فرنتي. حتى لو راحت خلاص ما. احنا انا اعد هنا عموما يا شباب انا ابغى اشوف اللي هنا ابعد الكرات البرتقالي كم بقي منها وايضا البيضه هنا زين ونشوف الاكثر هذه هي اللعبه هذه الرابعه هذه عشرة هذه عشرة عباس خلك هنا حارس عند الكره البيضاء بارك هذه عشرة شاكرين جهودك يلا لا لا لين يخلص آه معاه واحد يا قلبي اثنين ثلاث ابدا حلو يا فرنتي حاول تطلع اكثر عباس انت لا يدخل عندك شيء لا يدخل عندك شيء عباس طلع البرتقالي عباس طلع البرتقالي حلو سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك باقي ثنتين سلام عليك باقي كرتين باقي واحدة باقي واحدة باقي واحدة باقي واحدة برتقالية الله عليك الله عليك حلو 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 لا تميم 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 لا يا ابوي جمع ما شاء الله تبارك الله حلو فرنتي حلو ايوه سجل اسمع ادائك كان في المستوى لا 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 هي واحدة يلا هناك جمع جمع يا شباب يا شباب ممنوع احد يجرب اللعبه بعد ما ننتهي هذه بعد ما انتهي المهرجان اعطيكم الادوات العبوا فيها في الغرف هناك العبوا في الغرفة أما هنا خلاص احنا عشان نكمل اللي بعدها على طول احنا نشوفكم كل واحد يمسك يجرب يجرب يلا يلا شباب يلا اللعبة اللي بعدها بسرعة اللعبة اللي بعدها يا ابو عمر ايوه الفريق هذا يروح يسوي بيض ليش وريني وريني ما فازوا يلا يلا ليش اسمه محمد عباس احنا انا فريق القوة كلنا سوا فريق القوة كلنا سوا لبيه شباب اللعبة اللي بعدها النتيجة حتى الآن 30-10 للقوة طيب والله العظيم يا شباب اسم على مسمى الآن قوي فريق يتحدى فريق لا يقاوم فريق جمع الحين شوف هذه تفرح معانا طيب يا شباب اليوم شباب شباب لنجاح امس الكافتيريا بتاعتي بتاعت البيض قررت اداره البرنامج اعاده الفقره اليوم وسوينا كافتيريا ثانيه برضه فيها بيض واليوم تم
يعني تخفيض البيضة الواحدة إلى ليرة ونص. ما حد ياخذ منك. ما حد يصير برضه؟ والله ما ركبت. والله سلام، أنا أشتري من عندك. أبي عمر ها. أنا من فلسطين. كيف صحتك؟ رجع كربوتة. شباب اللعبة اللي بعدها كربوتة. مروان تفضل يا اسكار. من انواع واشكال. ايوه المطلوب المطلوب يا شباب. شباب فارس القوة فريق حوت. الحوت الحوت. اللعبة سهلة جدا، نطلع واحد من كل فريق ونغطي عيونه. زين بنغطي عيونه، لابد يركز، وبعدين بنعطيك او كل فريق بنعطيه. عباس انت تتولى هنا. عباس غطي غطي عيون اللي يجي هنا. بس يبغون اجي اقول اسكر لكم. طيب نحن كجسد. طيب الاقلام بتكون مع كل فريق. زين حلو. لما يغطي العيون يوقف كذا على الطاوله ويبدا يرمي الاقلام بس في الكاسات. هو بيعرف قبل، لكن الان مغطي عيونه ويبدا يرمي كذا. اذكار عندك؟ كلموا عادي عادي، توجهون عادي. زين شوف زي كذا حلو. هو يحاول يعبي يخلص لي هذه، بنشوف عدد الاقلام اللي في الكاسات. زين واضحه. يا شباب يا شباب يا شباب امسكوا. حط 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 تحيه لي خذ. طيب عداد لعبتي يا معاذ العيد، جيبوا قايد فريق. ليش عداد لعبتي يا تاكسيك تاكسيك ابو عمر لازم يحطها في كل كاسات ولا عادي؟ لا لو كاس واحد ما عندي اشكال، بس هذا ما في غش. هذا ما في غش. يلا يا شباب اللي هنا مين؟ ايها الظالم المستبد وعدو الظلام. تعال يا قوت. ايها المستبد على هذا الظلام. تعال يا قوت. مستبد ذلك ايوه الظالم المستبد وعدو الظلام. ايوه الظالم المستبد عجبتني الشامي. سخرت بان نادي شعب اسمع. طيب خش لا القلب ولم يترك سام شيء ما يقود. يلا فارس ترى مقصد مقصد ترى هو يشوف قبل توجيه اسمع اللعبه. فين الكاسات؟ فين الفنادق؟ طب خلوني اشوف الكاسات في المغرب. صار اسمع واحد انت تشوف ولا ما تشوف؟ شوف انت سحبت خش من مو عيني. مشكله عادي تصير في احسن حوالي. يلا يلا حضرك شويه تحضير بدني. استعدادات خلاص. طيب شباب بنشوف اكثر فريق. انا جاهزه هنا بس. يلا زين الكاسات واضحه، كل فريق عنده اربع كاسات. حلو تميم انت من الغزاة حرامي جاي ولا وش سكرت عندك ولا؟ يا فريق الحوت لا تشوف يا قوت. وين الصوت؟ وين الصوت؟ خلاص يا ادم ادم جلوس. ادم جلوس يا ادم. ادم انا رجعت مخلاته من نوع يوجه. خلاص يا ادم عشان الوقت مقدار. لا هناك انت جالس. لا يسمع يسمع. ناكله زي البسكوت. فارس شوف بعطيك شوف بعطيك كذا في البدايه بس شوف عطني يدك هذه. هنا تحت الكاس. وهنا تحت الكاس. هنا تحت الكاس. هنا كاس. هنا تحت الكاس. وهنا كاس. باقي هنا كاس. حط يلا يلا عندك مجالات اربع. انت مجالك شوف اليسار لليمين. ارجع شوي. من هنا لهنا خلاص. اربع كاسات. ارجع شوي ارجع. ما عليك اربع كاسات من هنا لهنا وانت خبط زين. حلو. ياقوت خلاص. ياقوت تعال يا ابوي. شوف شوف ياقوت هنا. خلاص يا مقداد انتظروا مع اللعبه. هنا امسك هذه الى هنا. هذا حدود الكاسات وبينها اربع كاسات. واضح؟ يلا شباب العدد العدد ما ولا بس الاقلام يا تميم. يلا يا شباب نعد من جديد. لا 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 ممنوع كذا. ما ايش استفدنا يا شباب؟ ما كذا ما ممكن. هذه خلاص بيدك. هذه بيدك الحين ترمي. هم يوجهوك يمين يسار. انت اهم شيء على نهايه الطاوله. يلا شباب عدد فرصة العمر عشان تاخذ كاس العالم. انت اهم شيء على نهايه الطاوله يا قوت. لا تركز كذا تضيع. انت اهم شيء تمد القلم كذا. شوف من تحت. انت تمده كذا بس. شوف من تحت. زين ندخل الكاسات. انت تمد على حافه الطاوله. المغرب مش زين. فال فال جلس جوس. انا وجهه لا لا زيد. ايوه ايوه انت جالس هناك. واحد يا شباب اليوم فارس فوق يدك شوي فوق فوق شوي. مو بالان مع اللعبه مع اللعبه يا معاذ. عبد الله فالح يوجه مع اللعبه. شباب والله تعبت اصلح ذي واصلح ذي. خلكم معي. ها
التوجيه مع بداية اللعبة. يمينك يمينك. واحد اثنين ثلاثة ابدأ حتى الآن. يلا ارمي ارمي ارمي. روح كمان روح كمان. لا لا ابدأ. جميل 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 حتى الآن. تميم تميم تميم. الله يهديك. سلام عليك. ثلاثة واحد ثلاثة واحد ثلاثة واحد. حلو يا قوت. حلو التوجيه حلو التوجيه حلو التوجيه. ثلاثة أربعة واحد أربعة واحد. خمسة واحد خمسة واحد خمسة واحد. خمسة اثنين ستة. خمسة اثنين خمسة ثلاثة ستة ثلاثة. حلوين 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 حلوين. يا سلام الله عليك. يا سلام عليك. حلوين حلوين. نكمل نكمل نشوف. يمين يمين يا سلام. يمين جاني. ارمي يا سلام. يا سلام صحيح. يا سلام يا سلام. سلام عليك. باقي حبة عندك فارس فوق قلب هنا هنا بعد بعد بس. ايوه يلا اخر واحدة. يا سلام هنا. ايوه يقول قلبي لا خلي براسه براسه براسه. ايوه ايوه براسه براسه. شكرا يا فارس. لا تخلي ماي لا تخلي ماي. اقول تمام لا ترمي ماي. صحيح شكرا لكم. هذه هي النتيجة الان معي او بيدي انا ما ادري. هذه من تميم متاكد انا اللي رمى تميم طلعته. طيب طيب خلاص بارك الله فيك. طيب النتيجة حتى الآن نشوف بالنسبة لفريق القوة. طيب طيب طيب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. 14 قلم. ويا فريق الحوت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. 10 أقلام القوة. طيب نجمع الأقلام شباب نجمع الأقلام. ما شاء الله عليك. أنت جيب الكيتشن. يعطيك العافية معاذ.